اي 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 سانجرون يكون في خطر. انا سيلف ميد استخدم دمون فور، لكن على شيء زوني متجدد من طرف سانجرون فوكس على سيلف ميد، غيكون هو الفوكس، غيكون هو الكل فلاش اوت، لكن ادم بدمج غير كافي. وان سكن هيز ذيس كي يتخدم على الباك غير ممكن. ليدر عنده الفلان كيك بوزيشن ولا في الاحلام، لكن الاول يهدم مارشال اللي فات ايتي، الثانيه ليه يبقى بويبو، يبقى اوبسات وهيلي سان في دفاع 3 في 5 على الثلاث رقم ثلاثه لهم في الميدان. دارك وايند موجود طرف هيلي سان ولكن هيز فيري فيري لو. لا بروف يبحث على الانجيج في جهه اخرى. شوف سيلف ميد كلوز رينج، ولكن ما كانش عنده الرينج الكافيه بالكلو اللي قاتل هيلي سان. قال لي في الميد لين سوف يسقط على الثلاث، في البوت لين سوف يسقط، ربما تكون نهايه مباراه اوبسات وبيبو. لازم علينا الدفاع، لازم علينا نكون من الابطال. المعجزه وبيبو بالكيك ممتاز جدا، 1 كيل فور زيرو لحد الان. الثلاث الاولى تسقط، دارك وايند من طرف مورغانا الفوكس على الثلاث. شوف ليدر على اوبسات دمج مرتفع جدا، ولكن شيكاندا بالفري دي بي اسينج على نفسه سيكون هو الفوكس وغيكون هو نهايه المباراه. جي جي والبلاد من طرف فايتاليتي وانس اجين يفوزوا، وسوف نصل مع بعض الى سيلفر سكريب جيم.